طيب قلنا السلام عليكم، رجعنا فيديو جديد كالعادة على مود الشرطة. حاسيلو اليوم باش نعمل ناخذ شرطة مور، عندي برشا ما خدتش عليها شرطة مور. حاسيلو اليوم باش ناخذ رادار، حاسيلو نستنى في الزميل جوست يجي مور زين الزملاء تعرفوه خويا معطلين ديما يعطلوا فينا. حاسيلو جي الزميل باش نمشي حاسيلو رادار، باش نمشي حاسيلو نقفلهم لهنا خويا ويبدا خويا اللعب. حاسيلو معاهم بلغات حاسيلو مورو الحاسيلو نحطوا نقفله لهنا حاسيلو اي نقفله لهنا خويا تاكلوا في بلاصه خويا ونحطوا للرادار. جوز خلي شي الزميل خلي شي ويا زميل ايا مرزنك يا ول فوق مازال فوق في المركز هذايا مرزنك يا زميل مرزنك ايا خويا اي مرزنك خويا برا خلي شي ويا حاسيلو عنا شكودة بتاع مورو هذي انا خدمتها هذي قبل الاخر خدمت كربوخة بتاع مورو حاسيلو باسات زاد بتاع مورو حاسيلو انا نخدمو اللي حاسيلو بالكلام ديما يلقاو حاسيلو في السيرفر الحاسيلو بيه خلينا نمشي نسبو شوي هذي حاسيلو سيرين نتاعها اذا نحطو هذي نحطو الاخرى الكا هذي اللي تشتغل بالاحمر ونمشي وي حاسيلو باش نوع عليكم مش باش نقعد ديما على مود شرطة لازم واحد ينوع والله اذا باش نقعد على مود شرطة راه باش تمدو وانا بدي باش نفدو هو صحيح في جو اما راهوش تفدو وباش نلعبو جي تي اونلاين زادا ان شاء الله باش نوريكم على الاقل شوية اونلاين ثم مهمات زادا في الاونلاين تحفونين باش نعطن جي تي ام شغل كان في مود شرطه برك باش نلعبو جي تي ام اونلاين زيادة الاربي مش جو مش مش جو يا مش تو باش نلعبو الاربي ان شاء الله حاسيلو يوكل لايف ويت حاسيلو اما باش نلعبو توا ما ها جا الاربي ماشيش بي بتاع فيديو لازم يجي بتاع لايف بروكن داون فيكل حاسيلو فما كربة طايحة نحنا مش تو حاسنا نحنا خويش نعملو تو الرادار وبعد كده ان شاء الله ناخدو بلاغات حاسيلو نوقفو 3 كراب 4 كراب حاسيلو بالرادار هكاكا بعدك نتعدي ونعطيهم خايب هني بعدك نتعدي للواحد البلاغات فم بلاصة هني هاي دي بلاصة مغمرة بالقري هاي يا خوي هذي والله ما نعرف نسيت عليها البلاصة لحظة هذيك 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 فم واحدة القديمة ما بعيدة خوي بعيد عليها برشا خوي هاي لهني حاسيلو جوز خلنا نخفوها الكربة تو لهنايا هو يا معلم شو قدش من كهربا يا معلم شو قدش من كهربا اخوي لحظه بركة ساعة نمشيو للولين يا هوا هذا هو مول الكهربا البيضاء اللي تكعبت الساعة اللول نبداو ساعة باللولين قدش من كهربا اخوي طيحناها هذا هو مول الكهربا الخا جاي كسر الكهربا وقفنا على جنب وقف مضروبة هي الكهربا من تالي يا معلم ايوا وقفنا على جنب حتى الاخرى مضروبه الكهرباء كانوا كانوا يعملوا في مشكله الحاج الحاسيلو تكعبرت له هذايا نوقفوا ساعه قبل لي هذايا ولا تكعبرت له الاولى وقف خويا باباي هذايا هذايا ولاد بابا الحاسيلو وي السلام عليكم ورق السياره بفضلك قال سفير حتى على الكول معناتها يمكن يطلع سكر مزيان هذا كله باش يتقيد عليه حاسيل بي عطانا ورق السياره نعملو طلع حاسيلو عليه بينا نمشيو الكمبيوتر حاسيلو وي نمشيو نشوفو بيه السيارة حاسيلو امورها مريقلة هذايا لور بتاعها امورها مريقلة بيه سيارة مريقلة بوراقها والكربة بوراقها جوج باش نسرو الكربة علاش مكسرة باش نسرو نقولو انتي شارب ولي خراو بيه ماهوش شارب قالك الكول خويا باش نعملو له تيستي خاطر انا قاعد نشوف في ريحة بتاع الكول هاي نعملو له تيستي وبعد كده نشوفه ساعة ما كنت باش نسألو علاش مسرع ما بالك نشوفو نعملو تيست الكول ساعة بيه ماهوش سكرة بيه نقولو له علاش مسرع هاي خراو سوري ام ليت فون حاسيلو قالك هو متأخر على ذاك يسرع ما يمشيش معانا الأمور هذيا ما أنا قاعد نشوف في ريحة الكول خويا على ذاك نعملو تيست دروغ ما حنا مش ندخل الدروغ في الكول ما برا نعملو تيست قاعد نشوف في ريحة تاع الكول أنا أوه الله 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 هيا طيح البحث طلع عنده ماريوانا و هيا اخوي اهبط اهبط هيا اهبط بابا هاي ولاد بابا انتم كيجموع دور على ساقي
دور دور ظاهر ظاهر ما دام هو قدي يا اخوي يجري يطلع سيدي كونسومي ماريوانا الحاسيلو كلام لك دوري حسين جيت هزك مستحفظ بالكلام جيس خمان زد فركسة من قاس عدد كيف خرير حسينو نزد نكعبه هنا في البحث يا اخوي بشي تكعبه له بالضبط هذايا اذي اذي سلك عارف اللي هو كلم بابا نزد فركسة من قاس علي مواضع اخري عنده زيدة ظهر فيه الغبرة عنده ماريوان ظهر فيه ماشي بشي بيه حاسين واي جيتو حتى انت دخلت وتنزل حاسين الكرمة تبلع حاسين شنو ندير شي هسه واي اي يا زميل اي تفضل كمورا طاطا اي نرجع لبلاصتنا والله المرور هذي يا اخوي البحر البحر تيجي كما يقول يا خلاص نطول بلاصتنا اخوي نسدوا له حيد الثاني محل اربعة هوم اخوي اوه يحزنوا من الغلط خطرين نجيب في الانتادي على ذيك ثم هما أربعة يعني سدينا منهم وحيد بيه طبعا لكي يستعرف حاسيلو الحاسيلو نجيب لهنيك العادة ونقفوا للراداري مريقا حط لك الراداري خلي وحيد يفوتي مازل ما فيتش وانا متسمح معهم رغم حط لهم في الأكثر يعني حتى لو ما هي المحلة 90 كيلومتر حتى لو شكون يفوت 100 معناتها نسمحهم بالكدا اجري 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 هذوما ظهر فيهم عاملين سباق لحظة لحظة زوز هاهم هذوما هاهم هاهم لحظة برك نطلعهم هاهو اخويا وقفلنا وقفلنا كهرباء على جنب وقفلنا كهرباء على جنب باي رانج روفر اي برشا هاهم طيحتهم يا ودي لازم زوز كراب ولا ثلاثة هذوما برشا يجريو اخويا نشوفوها هذايا نكمل نشوف هذايا نعاود نرجع نشوف مكعبرو لواحد اخر حسيرو بعدك نمشيو بلغات حسيرو هيا زميل اهو طاب شنو اخويا شنو تجريو على بالكم ورق السيارة كيف لاب في بالوش اللي فما مرور خويا والله انا مكعبرو لكم بالرادار المرة الجاية طلع تو نحكي لكم ساعات باش نعرف بس خلينا نتأكد من الكراب حسيرو بتاعهم هذوما يا خلينا نتأكدوا من الكرب بتاعه هو حسيرو دي امورها مريقلة رخصة السياقة بتاع الراجل مش بتاع الكهرباء الرخصة بتاع الكهرباء سفا اما رخصة السياقة بتاع الكهرباء واقفة محسوب عنده عام 236 يوم يا معلم قديش من شهر معناتها يسوق بلاش رخصة السيد هذي بشكل عليها خطية حاسيلو شو نقول له باش نحكي معه نقول له علاش يا اخي نسأله علاش مسرع هو ولد باش تجري زد الظلم زد الظلم قول له اللي تعرف اللي رخصة السواقة بتاعك اي ماست هاف بن فورجيت يو تو يو سوري سو يعمل لي نسيل باش يعاود يجددها معناتها نسي قداش من شهر باش ربي تي زينة محسوب على باش تغلق العام اهبط تهبط تقول ولا اقعد 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 باش نقيد عليك الخطايا ساعة يجري اعمل له ساعة تيست بتاع واحد خلنا نعملو له تيست ساعة بتاع طلع السكران السيد هذا خلنا نطيحوه فرد ضربة كعملو له فرد ضربة لموا هم لموا الكل بيه السكران ما مش نسبة ما فيش نسبة قانونية الحاسيلو باش نقيدوا عليه شقينا هي اول حاجه عنده رخصه السواقه نتاعو ناحيه هي باش نقعد نلوج عليها تو بتاع الرخصه هاي هو المحل حسيتو يتسابق هو هو حاكم تعدي بالحق عنده حسيتو قيدنا يتسابق في الهاي واي ويني هي عنده وعنده رخصه السواقه ويني هي تاع رخصه السواقه يجري وعنده رخصة رخصة السواقة مش مجددة حاسيلو بآخر أوقات جات خطية جات خطية حاسيلو بالتقريب 949 دولار المحلة باش تزيد هي تو مش باش تزيد ب 949 دولار هذا الكمبيوتر قاعد يعطيك نعطيك خطيتك أي مع 1250 دولار أوه يا بابا شيخت عندك أي باش بني هبطو باش نعطيك خطيتو هاي خطيتك خويا قلت لازم تخوي تسوق كرهبتك اي تقبح زيد تقبح هطلع هطلع زميلي خلا عادوا نسيدوا وحايد خويا والله يتحفونا في استرادار خويا قابلوا هيلو مرة خويا نرجع للبلاصة غادي كي حيث تلمع شو بشتعمل مرة جاية خويا انتو نعطيكم هذا فوزة تحفوها يسموا واحد حاسر اذا عندي فوزة شو نعمل المرة جاية ايش حط رادار غاديكا ونحط زوز دوريات معايا القدام
رادار يطيعهم ونحن نوقفهم خوي، مش حتى يضلوا يتشابكوا خوي، نوقفهم نوقفهم. ليش تخرج الكهرباء اللي نعملوا لك شيء دوما دلوقتي؟ مي اكحوا الكهرباء كيا، ليه ما تطلعش كيا بر برا عاود حط الرادار اي، هذا اخر حيط نطيحه وي. والله برا خلي فيديو كاميرا رادار، خلي فيديو كاميرا رادار. بيه خوي بري مزيل والله لم ندبروا لزيادة بلاي سخرة. اها ما هم بدهم اهوى بيه راح نخلص دورها هاي يوسف نطلع ريتو يجي في 73 يا معلم. بيه لحظة بركي شو طيحها نهيك نهي الكرب هذي هي اللي قدام كلهم معتا موت سوبر كار. بيه وقفنا وقفنا كرب على جنب وقفنا بهيك الطريقة مال هذا هو وقفنا كرب على جنب امشي 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 هذا ايش بيجي قدامي يا معلم. اه تقولش باش تفسع ما تقولش باش تفسع اه ظهر في حبيب يفسع لحظة خرها اول وي يا معلم وي يا معلم ايش فيه هذايا؟ اه بطل وقف وقف وقف. ابي افصح لحظة بلا اعتبرك حتى الدورية طيب. ويدي ايش فيه هذايا لابس؟ اهبط يدي ايش فيه هذايا؟ اه هنا يا زميل يشدوا. اضرب يا زميل اضرب. اهبط من الكهرباء اهبط لابس. اهبط من الكهرباء اهبط يا اهبط من الكهرباء اهبط على ساقيك اهبط السيد خلفينا طول لحظة بركز لحظة خلش بدوب سهلة هي داخل فينا ويضرب السيد معلم تعبيت السيركيلاسيون جيس خنطلع في الكهرباء ونمشي جيس فيسا خنطلعك في الكهرباء السيركيلاسيون اطلع خلي في الكهرباء اطلع خم بعدها ديما الطريق دقل قد هي دقل قد بالضبط اشو بعدها منطيق حسن نحطها لهنا بقى نمشي نجيب الكهرباء يا والله لاعب خويا السيد يخل فينا ويضرب والله لا ما نعرف اقسم بالله هذا ظرف ايش تحطوا في الحبس هم. نزلت خطية ايش من خطية طول شي تحطوا في الحبس سكر بيه بيا طلع زميلي ايش يكلم دوري اخر شي جي معنا على الاقل باش ما نقعدوش واحد بيه هي اهبط بابا اهبط كلموا لنا دوري اخر عملوا لي طلع لي امر نزيد باكر رخصة السويقة متاعو كهو لازم يعود يجددها ومش مجددها وزيد خلفين هاي شيء تخويا باكر يا معلم هو بشوي الحاسيلو فركز زميل فركز شنو اللي صار؟ يودف ساعنا بالكهرباء الراجل يودف ساع بالكهرباء فيسا يا زميل اطلع فساعنا بالكهرباء يودي اطلع يطلع الراجل فساع بالكهرباء تيهطلع والله فضيحة وزملية معايا معلم وفساعنا بالكهرباء والله فضيحة اخويا وزيد الكهرباء مدرع هتستضربها اوه والله يا لوليه والله فضيحة اخويا بيلكنا سيء وش دخلت علي هذايا والله يودي في الموينوت في يده يا اخي متحطتش بالكدي ولا شنو اوه هوا اضرب الخرا
هبطها بقطع الكهرباء حاكم المينوت ما زاد في يده. هبطها لسقيك هبطها لسقيك يا هبطي فدلك معاك فدلك معاك اطلب له الحماية والله يكسب الحماية ما جاتش اليوم دق دق هالكهرباء والله هوي خويا والله أول مرة تصير لي واحد يصالي بالكهرباء اقسم بالله والله فضيحة والله ما جات الحين فضيحة والله فضحت انا قديكم ليه وزيد معايا دورية يا معلم ليه عجبك اقسم بالله خويا لحظة كم مقفول الطريق والله خويا اوه يعني انا مزيد مش مستوعب بس مزيد مش مستوعب الصارع والله مرور هذي يا خويا حتى بسلاحه فيه معنا في يدي نقطة يفسع بالكهرباء دقدقها يا معلمة اخ اخ دقدقها الكهرباء ليه ومعايا باقة باش تتأكد لك ومعايا زميل قايمو 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 تي في يدي الوينوت طب 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 سكي كام طب طب ايش لنت ايش لنت نقول لك موضوع من الاخر نقول لك موضوع حتى باش نضربو ما نضربوش قول لك موضوع اضرب خويا في راسك ومش على روحك اقعد كل كلب برا اي زميل اي خليه يموت انا عليه انكسر في راسه طلب لك الحماية هات ورجع الكربة المركز خويا وين هو المركز وموت خويا الغاديكا هطلع هطلع زميل هطلع هطلع وين المركز هو يا والله فضيحة خويا خويا هاتا ونمشي بيها حتى الكربة هكي وزيد مش نعفس عليه بيها الكربة لحظة برا خويا هكا والله حويل صارنا والله فضيحة صارت بالله مزيد مش مستوعب يعني الحاصل لهذا الفيديو اليوم كمان يحسب تعرضات صار هذا بس نهبطكم على مواصلة المرور إذا عجبت تعرضات نعاوز نهبطلكم ومش عاوز زادة بلغة خريطة على شطة المرور الحاسب باش نبدل لكم الكلام هما حارس المرور زادة باش نبدل لكم راه اللي عنده أفكار ولا موضوع يقول لي حاصل وتسخن ناحية السيرين وكاو تنسوش حاجة تعملوا لايك وتعملوا طلع حسابكم تيك توك وسيرفر ديسكورد هاي خليكم الناس تواجد دق دق كمل كمل دق 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 دق